رجعنا من الفاصل ومكملين معاكم لقائنا وحوارنا اليوم من بيت الكل مع يعني الفنان نور محمود والفنانة سمر مرسي. احنا بنعرف قد ايه كان في تحدي كثير كبير، واعمالكم يمكن كانت شاهدة ايضا بكل دور اديتوه. يعني سمر، احنا بنشوف بدايتك في عالم التمثيل، بدأت بمسلسل على كف عفريت عام 2012، بعدها مسلسل تحت السيطرة مع نيلي كريم، بعدين عندك والمخرج هاني خليفة، ثم سبع بعدها لا بعد الاول على كف ترتيب. عفريت سجن النساء، سجن النساء جدا بعدين على تحت السيطرة. تحت السيطرة تمام. بداية دخولك، بس انا بدي ارجع شوي لورا، بداية دخولك في عالم التمثيل كيف بدأت، وكيف عرفتي انه هذا المكان انت المكان الصح اللي موجودة فيه؟ انا خلاص شايفة حالي هون، انا بدي اكمل هون. هي كانت عندي رغبة جدا ان انا امثل ودرست تمثيل، انا درس تمثيل منهجي او ميثود اكتنج في نيويورك في ستراسبورغ، بس ما كانش عندي الشجاعة ان انا اخد الخطوة دي لاني ما اعرفش اي حد في الوسط الفني، ملياش اصدقاء. وقتها كنت بشتغل كرييتيف دايركتور، وقررت اروح اعمل كاستنج كول زي اي حد، وابتدى حاجه صغيره على كف عفريت لغايه ما ابتديت العظيمه كامله ابو ذكري سجن النساء، والعظيم تامر محسن تحت السيطره، وهذا المساء نعم، استاذه هاله خليل بالحجم العائلي، استاذ هادي البابوري كوكو شانيل، استاذ حسين المنباوي لمس اكتاف. فاعتقد اني محظوظه جدا ان كبار الاخراج في مصر والوطن العربي يثقوا فيا ويدوني فرص كبيره ان انا اشارك في بطوله اعمال مهمه. صح، وجدتي حالك في المكان. اعتقد مفيش تاكيد. واخيرا مؤخرا دكتور بيتر ميمي الاختيار، وقبلها كنت ضيف الشرف من اجل زيكو طبعا. فيعني الحمد لله. الحمد لله.